يعني أنا أول مرة شفت الفنان هشام إسماعيل كان في قهوة سادة في مركز الإبداع في المجموعة الأولى الحلوة بتاعت خالد جلال. أنت مش فاكرني بس أنا فاكرك. إزاي يا فندم؟ طبعا حضرتك نورتنا طبعا. ال- 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 الورشة ده هي يعني هو بياخد الموهبة وبيطلقه كده هو ولا ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل انه بينتقي افضل ما في المواهب اللي هي الشابه اللي عايزه تقدم في المكان، لان دايما المكان عليه العين، يعني بصفته من اهم الاماكن الثقافيه اللي بتقدم منحه مجانيه للموهوبين، وبيدربنا على كل فنون الاستعراض والتمثيل والارتجال والغنى وكده. والارتجال والاستعراض يعني مسموح بالارتجال. مسموح بالارتجال، ده هو اساس الحكايه الارتجال، يعني ان احنا بنشتغل على الارتجال مقنن منظم، يعني ان احنا بنعمل مشاهد مرتجله من خيالنا. هو بيشتغل على فكره معينه، بنقول بنتكلم النهارده عن الخوف، بنتكلم عن السعاده، بنتكلم عن القهر، فالمجموعه دي كلها بتقعد تشتغل طول اليوم مع بعضها او بشكل فردي على مشاهد بتعبر عن المعنى ده، وهو بيختار افضل ما في هذه المشاهد. وكل واحد طبعا وموهبته وجهده وتطوره في المكان بيبدا يطلع في الاخر بتاع حوالي 100 مشهد، بيختار من افضلهم 20 مشهد يعمل بيهم عرض مسرحي. هي دي الفكره، اللعبه اللي عم ده يتقدم في العرض بالظبط كده. وبعدين هو طبعا بيفكر في رؤيته للتيمه او الشكل العام للاطار العرض، هو وجد فكره الحنين الى الماضي دي، ونحن نترحم على ايام زمان الجميله اللي فيها كل حاجه كانت نوعا ما قهوه ساده عليها يعني. بالظبط كده، وحط المشاهد اللي هي بتسخر من الوضع الحالي اللي احنا بقى وصلنا له في الوقت اللي عرضنا فيه المسرحيه، طبعا اللي هي لسه نفس المشاكل مستمره عادي يعني. وده حضرها ناس كتير قوي دي ما شاء الله، يعني قصدي سياسيين سياسيين حضرها طبعا لاول مره كنا بنشوف سياسيين في المسرح كثافة دي من كل الوزراء الحاليين والسابقين ومن كل المسؤولين والسفراء، ويعني مناصب مهمة على مستوى الوطن العربي، وكمان كان بيحضرنا سفير ألمانيا مثلا، كان بيحضرنا ناس من بره مصر حتى. استمرت قد ايه بقى؟ قعدنا حوالي سنتين بالظبط من عرض المسرحية يوميا. وهي كانت من 2008 يعني. هي ما هي لسه بتقول حالا كده، هي مسرحية مجانية، الدخول كان مجاني، يعني هو المكان بيبقى بتيكت مجاني زي دعوة. انما المكان بيعمل منحه، لا يعني مكان غير هادف للربح، ما بيستهدفش ربح، لانه لا بيدينا فلوس ولا بياخد من الجمهور فلوس. اشتغلوا من غير فلوس؟ لا بالاستمتاع كده. سافرنا جالنا عروض بره بقى، سافرنا ممكن يكون خدنا عليها بعض الفلوس البسيطه يعني اللي هي كانت فرحه السفر يعني، لكن من وراه طبعا جالنا عروض تلفزيونيه وسينمائيه، والحمد لله يعني انطلقنا انطلاقه مظبوطه يعني. يا رب البسين بتاع الفيلا الجديدة محتار اعمله ازاي، مربع ولا مدور ولا كده؟ انت عارف انا اشتريتها ليه؟
غيره. أحسن سفينتي محصورة. يا رب. يا رب. احوجني. انا عندي كل حاجة. طب ايه؟ احوجني يا رب. يا رب. يا رب. بس خالد جلال قال لي انك انت عندك موهبة فظيعة في تقليد الشخصيات. هو نوعا ما يعني انا ما هو قبل حضرتك طبعا, وحضرتك طبعا ما شاء الله فنان شامل, عارف ان الممثل عاده لو ما كانش بيملك حته ملكه التقليد شويه مش عارف يتقمص نوعا ما. طبعا طبعا. فشويه يعني كنت بعرف اعمل حاجات كده بستفيد منها. عملنا برنامج اسمه من غير مقص وقت ما نجحت المسرحيه مع استاذ شريف عرفه, كان جه انتجه واخرجه, فقلدت شويه شخصيات جوه. زي مين بقى؟ كنت وقتها قلدت استاذ طارق علام, كان بيعمل برنامج فتره طويله كلام من دهب. كلام من دهب بالظبط. كنت قافش الشخصيه دي. كنت قلدت الدكتور عمرو خالد برضو الداعيه, وقلدت دكتور علاء صادق كان ناقد رياضي. يعني دي شخصيات كانت وقتها بارزه جدا وقتها. انا بستضل شخصيه اللامعه وقتها يعني. في الزمن اللي فيها دلوقتي ممكن برضو لو فكرت اعمل برنامج تريد هقلد شخصيات تانيه. زي مين بقى؟ يعني في مذيعين كتير ما شاء الله يعني شغالين دلوقتي. الاعلام دلوقتي منتشر كتير قوي فيه بتاع مين مين؟ طب قول لي حد. عمرو اديب مثلا, استاذ عمرو اديب مثلا بيجي على بالي كتير, بتفرج عليه كتير بحبه. انا عاده اللي بحبه ابدا اركز معاه يعني. طب يعني يا استاذ عمرو اديب حضرتك, يعني لو انت استاذ عمرو اديب قدامي دلوقتي تمام, وانا هسال حضرتك يعني وانا الضيف تمام, وانت عمرو اديب وانا اكس من الناس تمام, الدكتور عبد الشكور. دي مفاجأة جامدة جدا. ماشي من ارتجل بقى. ارتجال بقى يلا بينا. ايوه صح. ابدا اسال حضرتك. حضرتك يعني انت يا دكتور عبد الشكور لما تجيلك الكوبايه دي هتتصرف فيها ازاي؟ هتشربها منين ما فيهاش حاجه فاضيه يا دكتور؟ ما هي مش فاضيه يعني, بس انت لو دققت فيها مش هتلاقيها فاضيه. يا جماعه يا اخوانا يا اخوانا تعبتوا يا اخوانا, فين الكوبايه المليانه يا اخوانا؟ في ايه؟ فهو يعني هي حاجات روح الشخصيه يعني, يعني روح صح يعني مش بالظبط بس روح الحكايه. في شخصيات كتير الروح هي اهم حاجه, تلبس الشخصيه دي اللي هو يعني بقى زي ما بيقولوا حضرتك ايه, بمسك من جوه الشخصيه هو ايه المنطق اللي بيتكلم منه, يعني المنطق اللي بيفكر بيه خليه يتكلم كده. فمثلا استاذ طارق علام كنت بكلمه كان بيقول لي ازيك يا بيه عامل ايه اخبارك ايه, هو انت كويسين ولا انتوا عاملين ازيك يا بيه عامل ايه اخبارك ايه بتعمل ايه. كان فكره ان هو دايما بيقول كلام بيملى بيه الكلام لحد ما يوصل للسؤال, او يختار احسن واحد واقف في الزحمه دي يرد على السؤال. لان بعض الناس بيبقوا واقفين يتفرجوا, فهو ازيك اسمك ايه, انت اسمك ايه, عامله ايه, ازيك عامل ايه, انت معاك عيل ولا انت لسه مخلفاه ولا ايه, ازيك عم اسالك سؤال صغير بقى, يبدا يركز مع واحد كده. فبدا يدور على المنطق اللي بيتكلم منه. فمثلا عمرو اديب بيتكلم انه حرقه موضوع يعني نفسيا بس بيعبر عنه بشكل فيه نرف يعني, بس حاجات عامله كده. مين تاني من المذيعين بقى حاليا؟ والله حضرتك مذيعين وفنانين كتير يعني مثلا مثلا بتفرج مثلا اداء مصطفى شعبان مثلا فبيستهويني برضو. مصطفى شعبان كتير لا اله الا الله في ايه يعني, فجأة بيتكلم بطريقه ان هو دايما نورد دي عليكي النيرف بالاول يعني بالاول بيبقى النيرف اللي هو هيخضني وبعدين فجأة بيبتسم يعني. بس حاجات بتيجي على بال الواحد وهو بيتفرج كده بيخزن يعني, لكن مش مركز على حد بعينه. فعلا معظم اللي بحبهم بتفرج عليهم فبييجوا على بالي يعني. ما انت بتختزن. بالظبط ده حقيقي. طب والكبير؟ الكبير الحمد لله يعني. الكبير ده بقى جت البداية من قهوة سادة يعني. جه أحمد مكي والمخرج الممثل والمخرج أحمد الجندي كانوا بيعملوا فيلم اسمه طير أنت, فجم اتفرجوا على المسرحية زي حضرتك شرفتنا طبعا. أعجبوا ببعض الشباب كانوا بيعملوا فيلم اسمه طير أنت لسه البطولة الثانية لأحمد مكي, فقرر يختار هشام ومحمد سلام يشاركوه الشخصيات اللي في طير أنت. فطير انت والفيلم نجح جدا لان كان برضو الفيلم كان راكب على الموجه اللي احنا جايين نمثل بيها, ان الفيلم كان جواه 7 قصص مختلفه, واحنا كنا بنعمل الشخصيات دي ببراعه جوه المسرحيه, بنتنقل من شخصيه لشخصيه, فركبت معاه الحكايه.
فالحمد لله وفقنا جدا معاه يعني. وكان فيها دنيا طبعا وكان انطلاقه جديده لدنيا برضه، ما كانش حد شاف موهبها بالروعه دي. صح. منهوبة أراضيك، أهلك وناسك دول أطيب ما فيكي، عايشين في قهر وظلم متحملين بلاويكي، وحميكي حراميكي وكبيرك خطيك. كان آمن يا كبير. الظلم حصان اسود ودايس على البلد، قالب عليها وطيها يخفنا من ده الولد، يخفنا من ده الولد. كيفك يا صمدة؟ عايشين عايشين بحسك وفضلة خيرك يا كبير. ما دفعتش العتاوة ليش يا رضا؟ ولا لازم الكبير يجي لحد عنديك؟ ونجيب منين 5000 جنيه شهريا يا عالم حرام؟ اتصرف يا صمدة زي ما غيرك بيتصرف. وانت ابو اسماعيل فك المطبخ وباعه، واحمد ابو حامد بقى يأجر دار للطلبة العراقيين ويبات هو مرته في الجبل، وللحاج ياسين ربنا يطول في عمره ويدي له الصحة مشغل بنات الاثنين، واحدة في جامعة الدول العربية والتانية في شارع عباس العقاد. وقد اسمه كلام يا عالم، والله حرام. وهو اوعى تكون فاكر الفلوس اللي باخدها منك دي بحطها وديعة في الاتش اس بي سي. لا لا، الاتاوة اللي بفرضها عليك دي لمصلحتك اولا. واحنا بنشوف حاجة، احنا لا مية ولا كهربا ولا علاج، كله بيصب عندك يا كبير. دارك بقت سرايا وعمويد النور حواليها بتزغرد. دي خطة خطة يا بلد بقر. الكبير لازم يتزبط عشان يعرف يزبطكو، وانا بادي من عندي وقريب ان شاء الله هنزل عليكو. انت راجل طيب يا سميدة، واني حسامحك انه بادي، بس حاخد البهيمة بتاعتك. وده اخرة قولي، اخفى من وجهي، اخفى. يا كبير يا كبير يا كبير. خير يا وهدان؟ عايزك في موضوع يا كبير. ما تقول وحدينا. الحق يا كبير، مرتك حاولت تهرب. واه بس انا لحقتها لك في اخر لحظه ورجعتها لك على الدار. الفجره حد غير اخذ خبر بالموضوع يا وهدان؟ ولا مخلوق. انت متاكد يا وهدان؟ عيب يا كبير، ده انا اقطع لساني قبل ما يطلع سرك. هو ده العشم يا وهدان. خلي يا كبير خيرك مغرقني. هتعمل ايه يا كبير؟ سري لازم يندفن معاك يا وهدان. ده انا دراعك اليمين يا كبير. You know too much. ده للأنتيم يا كبير. قتلتني طب على فكرة مرة الكبير كانت كلب. أخوي وحدان فداك عيلتي كلها يا كبير. Thank you.
طلبت لي واحد من رجالتي عشان مسكت خربانة؟ رجالتي هتخلص يا بنت الكلب. اقتلني اقتلني وريحني. يا ريت، بس اللي مانعني عن قتلك اني احبك يا بقرة. تحبني؟ انت تعرف تحب؟ انت ما عندكش قلب. قلب؟ انت فاكرة نفسك متجوزة عين من بتوع الام اس ايه؟ ادخل عليك بمقات ودبديبي ياك. القلب ده بتاع النسوين اللي زيك. امشي قري على فوق، وياكي اشوفك تهربي مره ثانيه. امشي. ههرب وحفضل اهرب لحد ما اخرج من السجن اللي انت رابطني فيه. اخفي اخفي اثبتي عندك. مهند داني، نفسي اعرف يفرق عني ايه الواد ده؟ يفرق ايه الواد ده؟ دخل بيتي كيف؟ انا مش مكسر الدش والرسيفر على نفوخك؟ جبتي صورة المخفي ده منين؟ عن طريق الانترنت. عالنت عالنت على عينتت عليه. دنيا سمير غانم ودور مميز بكل المقاييس ونسبة مشاهدة اتخطت كل التوقعات. اقسم بالله لو بقيت نجمة انا هزبطك. انه فاجر. المشكلة ايه بقى؟ في الشق السؤالي ولا في الشق التحتاني؟ وان من البوليس. انت لما بتتكلم بتعمل كده. واو بتعفن قوي. لهفة مسلسل رجعنا لزمن الكوميديا الراقية. انا هرجع تاني مش هبقى غلبان، هرجع فندام. انا بحب لهفة. انا وحمائي فركشنا. اطلع برا. والموضوع ده انت عارفه اصلا. طب خلاص. مع نخبه من المع النجوم اتجمعوا وابدعوا. قولها وي 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 عشان الناس تضحك. يا وي وي وي. سموك مش محتاج اي حاجه، نجيب لك جواري نجيب لك مواشي. يلا كلنا نقول بطيخ بطيخ. شوفوهم مره تانيه وحصريه على تان تي في. لهفه من السبت للأربع الساعة 6:30 مساء على تان تي في، ويعاد بعد ساعتين على تان بلس 2. وبعدها قرروا يعملوا الكبير بعدها بسنة، فكان أقرب تفكير في الشخصيات اللي شاركتهم نجاح طير انت أو الشباب اللي طالعين من قهوة سادة. فزاع فزاع الحمد لله. وقعدت تعمل بقى فزاع. قعدت عملت فزاع 4 سنين بقى. وبعدين عملته فيلم. وعملته فيلم. انت اللي كاتبه؟ انا اللي كاتبه. ما هو الحقيقه انا يعني انا عندي بدور على التجارب الناجحه شويه، يعني اللي هي من امريكا، اللي يعني اللي بيعملوا ايه عاده. لما بيحصل فيلم انيميشن او سلسله اعمال تلفزيونيه ناجحه بتنجح شخصيه قوي مع الناس بره، فبيقرروا يستقلوا بيها. مش انفرادا او بعيد عن المسلسل قد ما هو استثمار لنجاح الشخصيه يعني. فقررت اعمل الفيلم، عرضته على شركه الانتاج وشركه التوزيع فوافقوا، فعملت الفيلم. انا بكتب عموما من ايام الورشه، من ايام مركز الابداع يعني. بس انت يعني كون ان الفيلم ما نجحش قوي ما مش معناه انك تيأس زي ما انا يعني. لا لا عادي عادي بيحصل ده، بالعكس دي تجارب حلوه ان الواحد بدل ما ينجح قوي على الفاضي. يعني الفشل يعلم النجاح. ده حقيقي. وبعدين مش عدم يعني انه حقق ربح مادي ان الفيلم وحش. صحيح. لا هو الفيلم الحمد لله على المستوى اللي شافوه قالوا لي جيد جدا. بس هو الفكره في الظروف، النجاح الجماهيري دي ليه علاقه بالسوق وليه علاقه بالتوقيت، ليه علاقه بحاجات كتير. حاجات كتير حاجات كتير.